ننتقل لمدينة الموصلين للشاهد، مجموعة من الشباب الرياضيين اللي هم اختصاصهم لعبة الجمناستيك مطالبة أو يطالبون وزارة الشباب والرياضة بتوفير قاعات رياضية لممارسة هذه اللعبة في الموصل. أول شيء يعني أرحب بقناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة للفرصة اللي تاحت لي أن أتحدث وأن أتكلم عن هاي الرياضة. طبعا رياضة الباركور هي رياضة طبعا بدأت من سنة 2003، وإحنا كرياضة جمناستيك دمجنا ما بين الباركور والجمناستيك. أنا لاعب منتخب وطني سابق، فربطت ما بين هاي الرياضة ورياضة الجمناستيك والباركور، وعليها الشباب يعني استقبال عالي، لأن هاي الرياضة بها شلون إنه يفرغ كل طاقته بها، أوقات الفراغ يعني خلينا نقول يقضيها بهاي الرياضة، ورياضة طبعا هي مسلية وبها النوع من الخفة والرشاقة والتوازن والسرعة. أنا حاليا أحب أنه أوضح أنه هذه الرياضة تفتقر للدعم من وزارة الشباب والرياضة، ونتمنى أنه يساعدونا ولو قاعة رياضية أو يعني أبسط لهم كاخن نقول يوفرونا الأبسطة ويوفرونا الأجهزة. نتمنى يعني من وزارة الشباب والرياضة أن تلتفت على هاي الرياضة ولو بتفادة بسيطة في سبيل ارتقاء بهاي الرياضة. نظرة المجتمع انه هاي الرياضة هي تسمى الباركور والفري ران تزاول في خلينا نقول المناطق خلينا نقول الخارجية، فماخذين انه هي رياضة الشوارع، فهي لا مو رياضة الشوارع، هي رياضة بالقاعات تدرب. انما كاستعراض اي تصير خلينا نقول مناطق خلينا نقول بالشارع، بس هي مو بالشارع، داخل القاعات. لحد الآن ماكو أي شيء، ماكو أي دعم، ماكو أي جايين كلنا احنا هنا كفريق واحد ندفع فلوس في سبيل انه نتمرن، ومدربنا والكابتن العزيز استاذ باسم العزاوي والاستاذ جودت الفضل كله يعود رب العالمين بعد ثم اله، يعني جايين يدفعون فلوس في سبيل انه بس يدخلون نجمع كعائلة واحدة كفريق واحد نلتم نشكل نرفع اسم المحافظة. بس لحد الآن يعني مثل ما قلت لكم معاناة مستمرة من ناحية جميع الرياضيين، يعني ماكو قاعة. هسه احنا محتاجين ضروري جدا الى قاعة يعني تجمعنا احنا كفريق، لانه هاي القاعة مضايقين بها جدا. ماكو مثل ما قلنا اي دعم، يعني مفتقرين وهي شغلات، بس الاهم انه هي القاعة والمادية، الاشياء المادية يعني اللي يحتاجها كل لاعب رياضي، وهذا حق يعني هذا مو مطلب، هذا حق الشباب، حق الرياضيين يعني اللي يتمتعون. اكو هواية مواهب مو فقط بالرياضة، ناحية فن وموسيقى، بس ماكو يعني ماكو احد يشد على ايدينا، احد يراعينا يتابعنا. فالي هذا نشوف دائما الشاب العراقي منحبط معنويا ثقافيا ماديا بكل اسباب يعني. قسم من اللواعب يعني تركوا النادي طلعوا يعني سافروا الأربيل على مود يكملون هاي اللعبة الحلوة، يعني أنتم تلاحظون يعني الأرضية، المكانات، الدعم المادي، ماكو شيء يعني. وإحنا طموحنا نطور هاي الرياضة على مستوى العراق، يعني خلينا نقول مو نقول يعني مستوى الخارجي أو شيء، لا مستوى العراق يعني شيء، يعني استعراضات محلية، استعراضات هنا يعني بالمدينة هيك يعني. هاي الرياضة بالذات يعني شلون يقول مضايقيها عليه الحيل، يعني شلون ما حد يريد يصل الى مرحله ماكو عندنا دعم، ما حد يدير لها بال نهائيا. وهاي اللعبه يعني جدا جدا مهمه، وبالذات للشباب، يعني تجمع الشباب من كل شلون تقول النواحي، يعني احسن ما يتجهون الى غير مكانات وتجهون الى يعني الى غير شغلات. فلعبة الباركور تجمع هاي الشباب، فأتمنى من الدولة يعني ومن شاشتكم الكريمة قناة الشرقية بأن توفر لنا هاي الشغلات كمكان للتمارين، وإحنا يعني اللي مذيتنا هي المادة، الأكثرية هي المادة مذيتنا، بس ما عندنا مكانات للتمارين بيها، ما عندنا مكانات كلهم حاربينه.
مين قدو تعريقة يعني دائما مشكلة الرياضيين يطالبون وزارة الشباب والرياضة، لا زالوا منذ سنوات هم يطالبون يعني ما عندهم ملل، صدق روحهم رياضية، روح رياضية عالية، لأنه هاي أكثر من مرة خاصة في هذا الموسم أنه المطالبات تكون بس لوزارة الشباب بالرياضة في سبيل أنه إنشاء مسابح في مدينة الأنبار وقاعات رياضية لممارسة لعبة الجمناستيك في مدينة الموصل وأخرى في بغداد، فياريت أنه الفرق الشعبية أيضا، الفرق الشعبية أيضا يعني فياريت أن وزارة الشباب والرياضة تنتبه، لأن هي اسمها وزارة الشباب والرياضة، تنتبه لشريحة الشباب وتوفر لهم كل ما يحتاجونه لتنمية مواهبهم، لتطوير قدراتهم على الألعاب اللي هم دائما يحبوها ويستهوها ويمارسوها بوقت فراغهم. فخلنا نساعدهم شوية، لأنه فوق ما أنه نسبة البطالة تزيد بالعراق شيء فشيء، نبقى قاعات رياضية ما كل الشباب، الله يساعدهم.